بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل معكم مساق علم الغدد الصماء ونتكلم عن غدة هامة وهي الأدرينال جلاند، الغدة الكظرية. الغدة الكظرية هي عبارة عن زوج من الغدد الصم، تتواجد كل غدة منها منغرسة في الطبقة الدهنية الموجودة على الكلية، غدة على الكلية اليمنى والأخرى على الكلية اليسرى، بحيث أن وزن كل غدة من الغدد من الغدتين 4 جرامات. ولذلك تسمى أيضا هذه الغدد بحكم وجودها على الكلية بالغدد الجار كلوية. كل غدة تتكون من طبقتين، الطبقة الأولى تسمى بالأدرينال مضلة، والثانية تسمى الطبقة الأخرى بالأدرينال كورتكس. يبقى في عندي أنا طبقتين، أدرينال مضلة أو بنحكي عنها نخاع الكظرية، وأدرينال كورتكس وهي تفرز الهرمونات الاسترودية، والأدرينال المضلة تفرز الكاتيكولامين. منقول الأدرينال المضلة بتشكل تقريبا اللي هي نسبة 20% وموجودة في المنطقة الوسطى من الأدرينال جلاند، وبتفرز زي ما حكينا الكاتيكولامين اللي هو الإبنفرين والنور إبنفرين تحت تأثير السيمباثيتك استيميوليشن من ناحية أعصاب الودية. الأدرينال كورتكس سكريت كورتيكوستيرويد سينثيسايزد فروم كوليسترول. يبقى الأدرينال كورتكس بفرز لي الكورتيكوستيرويد، والمكون الأساسي إلها كوليسترول. زي ما احنا شايفين هنا انه انا في عندي الغدة الكظرية، اهي الغدة الكظرية موجودة فوق الكلية، عشان كده بقدر احكي عنها الغدة الجار كلوية بحكم قربها من وين؟ من الكلية. وزي ما قلنا الغدة الكظرية الادرينال جلاند تنقسم الى طبقتين، الادرينال المضلة وبتشكل لي نسبة 20%، اهي 20% وبكون في المركز. وبعد كده قلنا الادرينال كورتكس، الادرينال كورتكس هلقيتها. لو بدنا ناخد مقطع للادرينال كورتكس بنجد ان الادرينال كورتكس يتكون من 3 طبقات. اول طبقة بنحكي عنها زونا ريتيكولاريس، والطبقة اللي في الوسط اسمها زونا فاسيكوليتا، والطبقة الثالثة اسمها زونا جلوميرولوزا. زونا جلوميرولوزا بحيث ان زونا جلوميرولوزا قريبة من منطقة الكبسول اللي هي الغلاف، الكبسولة الخارجية للغدة، الكبسولة هي الكبسولة هذه الكبسولة هي. يبقى عندي الادرينال كورتكس تنقسم الى 3 طبقات، الادرينال اللي هي الزونا ريتيكولاريس، الطبقة الوسطية اللي هي زونا فاسيكوليتا. لو هنا ننظر نلاقي الغدتين هيهم بنحكي عليهم فوق الكليتين، هي الغدة اللي على الشمال وهنا الغدة اللي على اليمين، وهنا لو بدنا ناخد هنا من ناحية طبيعية هي الكلية وهي الأدرينال جلاند. وزي ما احنا شايفين الغدة مغموسة في الكلية، منغرسة عليها. زي ما حكينا الأدرينال كورتكس تتكون من 3 طبقات واضحة. الطبقة نبدأ من الخارج اللي هي من الخارج من ناحية الكبسولة، وزي ما قلنا الطبقة القريبة من الكبسولة بنحكي عنها ذا زونا إجلوميرولوزا. زونا إجلوميرولوزا هي عبارة عن ثين لاير، طبقة رقيقة من الخلايا تقع مباشرة تحت الكبسولة، بتاخد مساحة نسبة 15% من الأدرينال كورتكس. يبقى الأدرينال كورتكس بتشكل منها زونا جلوميرولوزا 15%. بنقول this cell secrete mineral corticoids، يبقى زونا جلوميرولوزا بتفرز لي mineral corticoid هرمون، وأكبر مثال عليها ذا ميجر هرمون is الدوسترون. يبقى الزونا جلوميرولوزا زي ما حكينا بتشكل نسبة 15% من الأدرينال كورتكس، وتقوم بإفراز هرمون اسمه المينيرال كورتيكويد أو الألستيرون.
بقول the secretion of this cell is controlled mainly by angiotensin 2 and potassium. يبقى اللي بتحكم لي بإفراز الزونة جلوميرولوزا من الألدوسترون حاجتين اللي هو مستوى البوتاسيوم والأنجيوتنسين 2. يبقى التنين هدول البوتاسيوم والأنجيوتنسين 2 هو اللي بحفز لإفراز الألدوسترون. هو اللي بحفز إفراز الألدوسترون. نيجي على الطبقة الثانية اللي ما بعد الكبسولة، قلنا زونة جلوميرولوزا، الطبقة اللي تحتيها مباشرة اسمها زونة فيسيكوليتا اللي هي الميدل اند وايدست لاير، يبقى هي الطبقة الوسط والأكبر، بتشكل بنسبة تقريبا 75% اوف ادرينال كورتكس، وسكريت هرمون اللي هو الجلوكوكورتيكويدز اللي هو الكورتيزول اند كورتيكوسترون. يبقى الزونة فاسكيوليتا الطبقة الوسط من الأدرينال كورتكس ونسبتها 75% تقوم بإفراز الجلوكوكورتيكويدز اللي هو الكورتيزول والكورتيكوسترون. The secretion of this cell is controlled by ACTH. يبقى إفراز الهرمونات تحت الزونة فاسكيوليتا يتحكم به من خلال الـ ACTH، على عكس الزونة جلوميرولوزا قلنا بيتحكم بإفرازها اللي هو الألدوسترون، بيتحكم بإفرازها حاجتين قلنا اللي هو انجيوتنسين 2 والبوتاسيوم، انجيوتنسين 2 اند بوتاسيوم. Approximately 90 to 95% of cortisol in the plasma bind to plasma protein. يبقى احنا بنقول 90 ل 95% من نسبة الكورتيزول في البلازما يتم ارتباطه ببروتين، وبنحكي عنه كورتيزول بايندينج جلوبيولين، كورتيزول بايندينج جلوبيولين اور الترانسكورتين. يبقى انا بحكي 90 ل 95% من الكورتيزول الذي يتم تصنيعه من الزونة فاسكيوليتا يكون مرتبط ببروتين، والبروتين هذا بالغالب هو جلوبيولين، وبنحكي عنه كورتيزول بايندينج جلوبيولين او الترانسكورتين. And to a lesser extent to albumin، وبكميات قليلة يرتبط بالالبومين، يعني يرتبط من 90 ل 95% بالجلوبيولين و 5% يرتبط بايش؟ بالالبومين. نيجي على الطبقة الثالثة اللي هي زونة ريتيكولاريس سكريت اندروجين اللي هو الهرمونات الذكورة الذكرية اللي هو دي هيدرو ايبي اندروسترون الدهية اند انتروستينوديون اند كنترول باي اي سي تي اتش. يبقى عندي الزونة ريتيكولاريس بتفرز لي اللي هو بنحكي عليه الاندروجينز اللي هو عبارة عن دي هيدرو ايبي اندروسترون دهية اند اندروسترون اندروستينوديون وكنترول باي اي سي تي اتش. اي سي تي اتش لو بدنا نيجي نتكلم عن ادرينو كورتيكال هرمون سينثيسيس، كيف يتم تكوين ادرينو كورتيكال هرمون؟ يبقى تو حكينا احنا all steroid hormone are synthesized from cholesterol. يبقى كل الهرمونات الاسترويدية يتم تكوينها من الكوليسترول. يبقى الكوليسترول هو المين بريكورسر لتكوين الاسترويد هرمون. وقلنا ما دام الكوليسترول يبقى لازم يتكون لي من ال LDL كوليسترول. ليش؟ لأنه بيحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول. لو بدنا نعمل استذكار بس لمستوى ال LDL كوليسترول من ناحية كيمستري، وجدنا انه ال HDL بتراوح من 35 ل 55 ملي جرام بر ديسيليتر، لكن ال LDL بتراوح 110 ل 130 ملي جرام بر ديسيليتر. يبقى ال LDL تركيزه عالي، يبقى عشان كده لما يتم تكوين الاسترويد هرمون يتم تكوينها من ال LDL. ليش؟ لانه تركيز الكوليسترول فيه عالي. وزي ما قلنا الكوليسترول diffuse from the plasma and attach to specific receptor contained in coated bits on the cell membrane. يبقى الكوليسترول بيدخل لي مباشرة على البلازما ممبرين وبرتبط على مواقع معينة على ريسبتور معين بيحتوي على coated bits، عبارة عن زي حاضنات للكوليسترول ماسك تمسك الكوليسترول الموجودة على السيل ممبرين. بعد كده بنقول الكوتيت بيتس هذه اللاقطات او اللواقط او الحاضنات بصير لها انترنلايزيشن في داخل الخليه عن طريق الاندوسيتوز. يبقى في عندي انا زي ما قلنا ريسبتور موجود على السيل ممبرين تاع الخليه، بلتقط الكوليسترول هذا عن طريق الكوتيت بيتس تبعته. بعد كده الكوتيت بيتس اللي التقط الكوليسترول بصير لها انترنلايزيشن في داخل الخليه عن طريق اندوسيتوزز.
فورمينج فيزيكل. هذه بعد ما تخش بالاندوسيتوس بتعمل لي فيزيكل عائد حويصلات بتخش لي في داخل الخليه على اللايزوزوم وبصير لها ايش؟ تحرير للكوليسترول. بعد كده الكوليسترول بروح لي على الميتوكوندريا عن طريق الانزيم الديسموليز بحول الكوليسترول لبريجنينولون. يبقى الكوليسترول بالميتوكوندريا بوجود انزيم الديسموليز، وهذا الكلام مهم يا جماعة، بتحول لبريجنينولون. وبعد كده البريجنينولون بيتم الاشتقاق منه لجميع الاسترويد هرمون. وهي هنا احنا المثال تبعنا الواضح، زي ما قلنا الكوليسترول في الميتوكوندريا بتحول لبريجنينولون، البريجنينولون بتحول لبروجسترول اللي هو بنحكي عنه في ميل سكس هرمون، بعد كده البروجسترول بتحول للكورتيكوستيرون، والكورتيكوستيرون بتحول للالدوسترون. لو قلنا البريجنينولون بتحول ل17 هيدروكس بريجنينولون هيعطيني دي هيدرو ايبي اندروستيرون، تمام، والدي هيدرو بي اندروستيرون هيعطيني اندروستينو دايون، والاندروستينو دايون بيعطينا تستوستيرون بيحكي عنه الاندروجين. يبقى الدي هيدرو بي اندروستيرون بيعطينا الاندروجين هرمون الذكريه، تمام. بعد كده زي ما قلنا البروجسترون ممكن يتحول ل17 هيدروكس بروجسترون ويعطيني دوكسي كورتيزول، وبعد كده بيعطيني كورتيزول. وممكن برضه التستوستيرون يتحول لاسترادايون، وممكن الاندروستينودايون يتحول لاسترون، والاسترون يتحول لاسترادايون، والاسترادايون يتحول لاسترايول. الاسترون بنحكي عنه E1، الاسترون بنحكي عنه E1، الاسترادايول بنحكي عنه E2، والاسترايول بنحكي عنه E3. هذه بنحكي عنهم الاستروجين، الثلاثة الاستروجين اللي هو الفيميل سكس هرمون. نيجي على الميتابوليزم تاع الادرينال كورتيكال هرمون. بنقول الادرينال استرويد ار ديجريدد ان ذا ليفر اند كونجوجيت سبيشال تو جلوكورنيك اسيد اند تو اليزر اكستنت تو سلفيت. كيف انا بدي اعمل ميتابوليزم للادرينال كورتيكال هرمون؟ بتتم العمليه في الليفر عن طريق ربط الادرينال استرويد بالجلوكورنيك اسيد وكميات قليله من السلفيت. بعد ما يرتبط الادرينال استرويد بالجلوكورنيك اسيد بنقول 25% of these conjugate are excreted in the bile. يبقى بعد ما يرتبط الاسترويد هرمون بالجلوكورنيك اسيد 25% من المرتبطين هدول بيصيرهم excretion وين؟ في البايل. بعد كده and then in the feces، بعد كده في البراز. والريمينينج اللي هو 75% the remaining conjugate enter the circulation and are highly soluble in the plasma excreted in the urine. وال 75% بيبدوا يخشوا على السيركوليشن وبصير لهم اكسكريشن وين؟ في اليورين. يبقى كيف الجسم بده يتخلص من الادرينال كورتيكال هرمون؟ اول حاجه بيتم ربط الادرينال كورتيكال هرمون بالجلوكورنيك اسيد او السلفيت. 25% من الكونجوجيت اللي ارتبط بالجلوكورنيك اسيد او السلفيت بيروح لي على البايل وبتم تحويله وتكسيره بالفيسز بالبراز. وال 75% بخش على السيركوليشن وبعد كده بصير الاكسكريشن في وين؟ في اليورين. لو بدنا نيجي نحكي على الالدوسترون، بدايه على الالدوسترون او بنحكي عنه مينرالو كورتيكويد هرمون، بنقول الالدوسترون انكريز رينال تيبيولار ري ابزوربشن اوف صوديوم اند سكريشن اوف بوتاسيوم. يبقى الالدوسترون الوظيفه الاساسيه تبعته بيعمل لي انكريز رينال تيبيول ري ابسوربشن اوف صوديوم وبيعمل لي سكريشن للبوتاسيوم. يبقى الالدوسترون بيعمل لي اعاده امتصاص للصوديوم وافراز البوتاسيوم. بنقول الالدوسترون ستيمولييت صوديوم اند بوتاسيوم ترانسبورت ان سويت جلاند، بيساهم لي الالدوسترون بنقل الصوديوم والبوتاسيوم الى السويت جلاند الى الغدد العرقيه والسليفري جلاند غدد اللعابيه، and enhance الصوديوم absorption by the intestine وبحفز لي امتصاص الصوديوم في الامعاء الدقيقه في الامعاء especially in the colon في القولون، which prevent loss of sodium in the stool وبمنع لي فقد الصوديوم في وين؟ في الاستول. كيف بدي اعمل regulation للالدوسترون secretion؟ كيف بدي احافظ على افراز او تنظيم الالدوسترون secretion؟
في عندنا اربع عوامل بتنظم لي الالدوستيرون سكريشن، افراز الالدوستيرون. يبقى في عندي اربع عوامل مهمه بتنظم لي الالدوستيرون سكريشن، افراز الالدوستيرون. وهنا يا جماعه الكلام اللي بنحكيه ده مهم للغايه، هام. بقول اول حاجه increased potassium ion concentration in the extracellular fluid greatly increase aldosterone secretion. يبقى اول حاجه بتنظم لي افراز الالدوستيرون ارتفاع مستوى البوتاسيوم في الاكستراسيلولر فلويد، بالغالب بيرفع لي الالدوستيرون. 2 increased activity of renin angiotensin aldosterone system greatly increase aldosterone secretion. يبقى زياده نشاط الراس سيستم بالغالب بيعمل لي increase aldosterone secretion. 3 increased sodium ion concentration in the extracellular fluid very slightly decrease aldosterone secretion. يبقى ارتفاع مستوى الصوديوم في الاكستراسيلولر فلويد بدرجه قليله بيفرز بدرجه قليله بياثر لي على افراز الالدوستيرون سكريشن. ورابع حاجه بتنظم لي افراز الالدوستيرون اللي هو الاتريال نيتروتيك بيبتايد، اتريال نيتروتيك بيبتايد. يبقى في عندي اربع حاجات بتنظم افراز الالدوستيرون. اول حاجه ارتفاع مستوى البوتاسيوم في الاكستراسيلولر فلويد، ثاني حاجه increase activity of RAS system بالغالب يرفع لي مستوى الالدوستيرون، increased sodium ion بالغالب بيعمل لي تقليل لمستوى الالدوستيرون، ورابع حاجه الالدوستيرون اللي هو الاتريال نيتروتيك بيبتايد بأثر لي على افراز مستوى الالدوستيرون. كيف بدنا نعمل activation of renin angiotensin aldosterone system؟ كيف يتم تنشيط الRAS system؟ بنقول في الRAS system the most important and best known hormonal system involved in regulating sodium is the renin angiotensin aldosterone system. يبقى أهم نظام بحافظ لي على تنظيم مستوى الصوديوم في الجسم هو الRAS system اللي هو الرنين أنجيوتينسين الدوسترون سيستم. بنقول الجرانيولر سيل أو the juxtaglomerular apparatus secrete an enzymatic هرمون اللي هو الرنين. يبقى الجرانيولر سيل اللي موجودة في الجكستاجلومرال أباريتس الموجودة في النفرون، هذه الخلايا الجكستاجلومرال أباريتس secrete an enzymatic هرمون اللي هو مين؟ الرنين. Into the blood response to fail in sodium chloride في extracellular fluid volume وفي blood pressure. يبقى بصير عندي انه الجرانيولار سيل of juxtaglomerular apparatus بتفرز لي الرنين. بينفرز الرنين الريسبونس لايش؟ لانخفاض مستوى الصوديوم كلورايد وانخفاض مستوى الاكستراسيلولار فوليوم وانخفاض البلد بريشر. يبقى الجرانيولار سيل في الجاكستا جلومرال اباريتس بتتحسس لي انخفاض البلد بريشر وانخفاض الصوديوم كلورايد وانخفاض الاكستراسيلولار فوليوم، وعلى انخفاض المستوى هذا بتبدا تفرز للرنين. بعد ما ينفرز الرنين، الرنين بيعمل لي اكتيفيت للانجيوتنسينوجين فروم ليفر وبحول لي اياه لانجيوتنسين 1. يبقى بنقول تاني انه انخفاض مستوى الصوديوم كلورايد وانخفاض مستوى البلد بريشر وانخفاض مستوى الاكستراسيلولر فلويد بحفز للرنين. لما الرنين يتحفز بيعمل لي تنشيط للانجيوتنسينوجين فروم ليفر وبحول لي اياه للانجيوتنسين 1. بعد كده الانجيوتنسين 1 از كونفيرتد انتو انجيوتنسين 2 عن طريق انزيم اسمه انجيوتنسين كونفيرتنج انزيم. يبقى الانجيوتنسين 1 بتحول الانجيوتنسين 2 عن طريق الانجيوتنسين كونفيرتنج انزيم، وهذا وين موجود؟ اباندنت ان بالمونري كابيلاري، موجود في البالمونري كابيلاري في الرئتين، موجود الانجيوتنسين كونفيرتنج انزيم باللنج في البالمونري كابيلاري وبعمل لي تحويل الانجيوتنسين 1 لانجيوتنسين 2. بعد كده بنقول the afferent arteriole in nephron is sensitive to blood volume. يبقى الافرنت ارتريول الموجود في النفرون بحساس جدا للفوليوم. وبنقول الديستال تيبيول اللي هو الماكيولا دنس is sensitive to sodium level. يبقى الافرنت ارتريول حساس للفوليوم والديستال تيبيول او الماكيولا دنس حساسه لمستوى الصوديوم. والانجيوتنسين 2 استيميليت الدوسترون برودكشن كوز صوديوم
ريتينشن ووتر ريتينشن فازو كونستريكشن اند ريز بلاد بريشر. يبقى هلقيته زي ما حكينا انه الانجيوتنسين 2 لما يتنشط ويتكون بيعمل لي تنشيط للالدوسترون برودكشن، والالدوسترون ايش بيعمل لي؟ بيعمل لي صوديوم ريتينشن، اعاده امتصاص الصوديوم، وبيعمل لي اعاده امتصاص الميه، وبيعمل لي فازو كونستريكشن، بيعمل لي تضييق للاوعيه الدمويه، وهيك برفع البلد بريشر. زي ما قلنا احنا لو بدنا نيجي نحكي نشرح الكلام اللي حكيناه بالصوره هذه، بنقول لو بلد بريشر، زي ما قلنا لو بلد بريشر بيعمل لي تنشيط للرنين. الرنين ايش بيعمل لي؟ بيعمل لي تحويل الانجيوتنسين 1 لانجيوتنسين 2 عن طريق الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم في البلمونري كابيلري. تمام؟ لما يتنشط الانجيوتنسين 2 بيعمل لي تنشيط ستيميوليشن للالدوسترون. الالدوسترون ايش هيعمل لي؟ هيعمل لي صوديوم ريتينشن، وهيعمل لي انكريز بلاد فوليوم، وبعد كده هيعمل لي ايش؟ تصحيح للبلاد فوليوم. والالدوسترون برضه بيعمل لي ديكريز للبوتاسيوم ليفل، الديكريز للبلازما بوتاسيوم، وهذا هيعمل لي ايش؟ نيجاتيف فيدباك للارتفاع لبلازما بوتاسيوم. زي ما قلنا احنا الليفر العمليه بتبدا من الكدني بافراز الرنين. تمام؟ الرنين بيعمل لي تحويل الانجيوتنسين اللي بيجيني من الليفر وبحول لي اياه للانجيوتنسين 1. الانجيوتنسين 1 بيجيني الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم من اللنجز وبحول لي اياه للانجيوتنسين 2، والانجيوتنسين 2 بحفز لي الادرينال جلاند لافراز الالدوسترون عشان يقوم بايش؟ برفع مستوى الصوديوم وبرفع البلد فوليوم. هل قلت لو بدنا نيجي نحكي الراس سيستم كيف بتم عمله؟ زي ما قلنا احنا ديكريز بلاد بريشر، هنا تبدا العمليه من ديكريز اللي هو السنسور تبعنا ديكريز بلاد بريشر. قلنا انخفاض البلاد بريشر قلنا بتحسسه مين؟ جاكستا جلومرولار سيل اوف ذا كيدني، بتحسسه جاكستا جلومرولار سيل اوف ذا كيدني. لما تتحسس جاكستا جلومرولار سيل اوف ذا كيدني انخفاض ضغط الدم بتبدا تكون للرنين، وقلنا الرنين بيعمل لي تحويل انجيوتنسينوجين من الليفر وبيحول لي اياه لانجيوتنسين 1. وزي ما قلنا الانجيوتنسين 1 يتم تحويله لانجيوتنسين 2 عن طريق الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم اللي بيجيني من اللنج، اللي بيجيني من اللنج وبتكون الانجيوتنسين 2. الانجيوتنسين 2 لما يتكون بيبدا يعمل لي تنشيط للالدوسترون. الانجيوتنسين 2 بيبدا يعمل لي تنشيط للادرينال كورتكس، والادرينال كورتكس بيبدا تفرز لي الالدوسترون، والالدوسترون الاكشن تبعه بيبدا يعمل لي صوديوم ري ابسوربشن. ولما يصير عندي صوديوم ري ابسوربشن بيبدا هيصير عندي انكريز فوليوم اند مينتين اوزمولاريتي. برضه الانجيوتنسين 2 ممكن يشتغل لي على الهايبوثالامس ويحفز لي الهايبوثالامس الفازوبروسيل، وزي ما قلنا الفازوبروسيل والاندريتيك هرمون ممكن يخليني يعمل لي إعادة امتصاص الماء ويخليك تشعر بالعطش بالثيرست، ويبقى يعمل لي إيش؟ مينتين فوليوم أند مينتين أوزمولاريتي. بالإضافة لذلك إنه الأنجيوتنسين 2 ممكن يشتغل لي على الكارديوفازيكولار كنترول سنترال الميدلاري الميدلا أوبلينجاتا، وبيعمل لي إنكريز للكارديوفازيكولار ريسبونس، وبيبدأ يعمل لي إنكريز للبلد بريشر. وبرضه الانجيوتنسين 2 بيشتغل على الارتريولز وبيبدا يعمل لي فازو كونستريكشن لها، وبيعمل لي انكريز للبلد بريشر. في عندنا ثلاث عوامل بتعمل لي انكريز للرنين سكريشن. ما هي العوامل اللي بتؤدي لي الى زياده افراز الرنين؟ وهذا هام جدا. اول عامل اللي هو جرانيولار سيل function as internal baroreceptor. يبقى اول حاجة الجرانيولار سيل بتشتغل as internal baroreceptor. بنقول when the granular cell detect fail in blood pressure in afferent arteriole they secrete more renin. يبقى الجرانيولار سيل في الافرنت ارتريول بتتحسس لي انخفاض الضغط وبتبدأ تفرز لي more renin. هذا اول حاجة.
اثنين الريسبونس تو فيل ان صوديوم كلورايد ذا ماكيولا دنس سيل التريجر ذا جرانولار سيل تو سكريت مور رينين. يبقى عندنا برضو انخفاض مستوى الصوديوم كلورايد بتتحسس الماكيولا دنس وبيدفع الجرانولار سيل الى ديفريز لمور رينين. وبرضو كمان الجرانولار سيل ار انيرفيتد باي سمباثيتك نيرفس سيستم. يبقى يتم اثاره الجرانولار سيل عن طريق السمباثيتك نيرفس سيستم. When a blood pressure fails below normal, the baroreceptor reflex increases sympathetic activity, which stimulates the granular cell to secrete more renin. وبرضو انخفاض الضغط تحت الطبيعي بتتحسس الباروريسبتور سيل وبتبدأ تعمل لي increase للsympathetic activity اللي بيعمل لي تنشيط للgranular cell to secrete more renin. يوجد نوعين من خلايا تيوبولار سيل موجودين في الديستال والكوليكتنج تيوبولز. النوع الاول هو البرنسبال سيلز والنوع الثاني هو الانتركاليتد سيل، بحيث ان البرنسبال سيل هي النوع الشائع من الخلايا. والبرنسبال سيل تعد هي المنطقه التي يعمل عليها كل من الالدوسترون والفازوبريسين عن طريق انه الالدوسترون يعمل لي صوديوم ري ابسوربشن وبوتاسيوم سكريشن، والفازوبريسين بيعمل لي ووتر ريتينشن او ووتر ري ابسوربشن، وهذه عن طريق دور الفازوبريسين. بالنسبه للانتركاليتد سيل متعلقه بالحفاظ على مستوى الاسيد بيز بالانس. الالدوسترون يعمل بكفاءة عالية على البرنسبال سيل الموجودة في الديستال اند كوليكتنج تيوبولز، وهذا بيعمل لي صوديوم ري ابسوربشن بكمية كبيرة. هذا يتم عن طريق انه الالدوسترون بيزود لي مستقبلات الصوديوم الموجودة في اللوميلر ممبرين، وبيزود لي الصوديوم بوتاسيوم بمب الموجودة في البيزولاترال ممبرين. هذا بيؤدي انه كميه الصوديوم الموجوده في الدستال والكوليكتنج تيوبولز انها تزيد، واي زياده في كميات الالدوسترون هتؤدي لي الى زياده في عمليه اعاده امتصاص الصوديوم ولفقد كميه اكبر من البوتاسيوم، وهذا بيؤدي لي بالاخر الى حدوث الهايبرتنشن او ارتفاع مستوى الضغط. الزيادة في إعادة امتصاص الصوديوم هيؤدي إلى زيادة في امتصاص الكلور، وبذلك الراس سيستم بحفز لي إلى إعادة امتصاص الأملاح، ومدام زاد عندي مستوى الأملاح هيزيد مع مستوى إعادة امتصاص الماء، وبذلك يرفع الأرتيريال بلد بريشر. الأنجيوتنسين 2 هو عبارة عن قابض قوي جدا على الأوعية الدموية، حيث يؤدي إلى تضييقها، وإن تضييق الأوعية الدموية يؤدي إلى زيادة ضغط الدم. الأنجيوتنسين 2 بحفز لي الشعور بالعطش، وبحفز لي الفازوبريسين إنه يعمل لي إعادة امتصاص للمية، ويزود لي مستوى الفوليوم الموجود في داخل الجسم عشان يقدر يرفع لي للارتيريال بلد بريشر. اتريال ناتريوتيك بيبتايد اي ان بي. القلب ينتج لي الاتريال ناتريوتيك بيبتايد من الاتريا، وبكون لي البرين ناتريوتيك بيبتايد من الفنتريكل. الاتريال ناتريوتيك بيبتايد والبرين ناتريوتيك بيبتايد يتم افرازه من عضلات القلب عندما تكون مجهده استريتشد. تجهد عضله القلب لما يزيد عندي مستوى البلازما فوليوم. لما يزيد عندي مستوى البلازما فوليوم حتصير عندي عضله القلب تضخ كميات اكبر من البلازما فوليوم، هذا هيؤدي انه عضله القلب تصير لي ميكانيكالي استريتشد. الزياده في البلازما فوليوم ناتج من إعادة امتصاص الصوديوم وإعادة امتصاص المية، وهذا هيؤدي لي إلى ارتفاع في ضغط الدم.
عشان الجسم يتجنب الزيادة في كميات الماء والزيادة في البلد بريشر، يقوم بإفراز الناتريتك بيبتايد، بحيث الناتريتك بيبتايد تبدأ تعمل لي ناتيوريسيس، يعني تخلص من مستوى الصوديوم المرتفع، وتبدأ تعمل لي دايوريسيس وتخلص من مستوى الماء المرتفع. هذا هيؤدي انه يقلل لي البلازما فوليوم، اللي هيؤدي لي انخفاض في مستوى الضغط. الشكل هنا بوضح لي دور وتأثير الاتريال ناتريوريتك بيبتايد والبرين ناتريوريتك بيبتايد. لما يحدث عندي ارتفاع في مستوى الصوديوم كلورايد وارتفاع في اكسترا سيلولار فلويد فوليوم وارتفاع في ارتيريال بلد بريشر، زي ما قلنا انه لما يرتفعوا الاشياء هذه الثلاثه بيصاحبوا ستريتشنج للهارت مسل، ولما يصير عندي ستريتشنج للهارت مسل هيترتب عليه افراز الاتريال ناتريوريتك بيبتايد من الاتريا وافراز البرين ناتريوريتك بيبتايد من الفنتريكل. لما يصير عندي افراز للناتريوريتك بيبتايد هيبدوا يشتغلوا لي على السمباثيتك نيرف سيستم، بحيث يعمل لي ديكريز للتوتال بليفرال ريزيستنس وديكريز للكارديك اوتبوت، وهذا بيؤدي الى ديكريز للارتيريال بلد بريشر، وهذا يعمل لي نيجاتيف فيدباك لمين او كوركت لمين، لايش؟ ارتفاع اللي هو ارتيريال بلد بريشر. ممكن برضو يشتغل لي على السموث مسل بتاعت الافرنت ارتريول ويعمل لي اتساع للافرنت ارتريول، يعمل لي فاز دايلاتيشن له، وهيؤدي لي الى زياده في مستوى الجلومرولر فلتريشن ريت، وهذا هيعمل لي زياده في مستوى الصوديوم ومستوى ايش الماء، مستوى الصوديوم ومستوى الماء الفلتريشن له. ولما يصير لي عندي زياده او اكسكريشن اكتر لمستوى الصوديوم في البول واكسكريشن اكتر لمستوى الماء في البول، هيعمل لي الى ديكريز للارتيريال بلد بريشر. وبرضو انه الاتريال ناتريوريتك بيبتايد بيعمل لي تثبيط لمستوى الرنين انجوتنسين الدستيرون سيستم، بيعمل لي اضعاف لمستوى الراس سيستم، وبيعمل لي ديكريز للصوديوم ري ابسوربشن عن طريق الكيدني تيبيول. وزي ما قلنا انه عمل لي ديكريز للراس سيستم وديكريز للصوديوم ري ابسوربشن، يبقى هيعمل لي ايش؟ زياده في عمليه الاكسكريشن للصوديوم. احنا قلنا الدور الرئيسي للراس سيستم انه يعمل لي صوديوم ريتنشن، ما دام عملنا تثبيط للراس سيستم يبقى هيعمل لي زياده في ايش؟ في الاكسكريشن للصوديوم باليورين وزياده. نتكلم الان على الجلوكوكورتيكويدز، وقلنا أن الجلوكوكورتيكويدز تخرج من الطبقة الوسطى من الأدرينال كورتكس وهي الزونة فاسيكوليتا، وقلنا أن الجلوكوكورتيكويدز تدخل بشكل أساسي في تنظيم كل من البروتينات والسكريات والدهون، بالإضافة إلى أنها تقوم بدور كمضاد للالتهابات أنتي إنفلاماتوري. يعتبر الهيدروكسيكورتيزون أو الكورتيزول أهم الهرمونات السكرية التي تفرزها القشرة الكظرية الأدرينال كورتكس. يتواجد الهيدروكسيكورتيزون بشكل متزايد في القوارض، بينما الكورتيزول هو السائد في الإنسان والخنازير والكلى. في كل الأحوال يعتبر هرمون الكورتيزول الهرمون الأكثر تأثير على الوظائف الحيوية بالجسم، بما فيها الميتابوليزم للمواد الغذائية مثل السكريات والبروتينات والدهون، والتحكم في عملية حدوث الالتهابات بالجسم، بالإضافة إلى دوره في إحداث بعض التغييرات الحيوية الأخرى، خاصة عندما يتعرض الجسم إلى الإجهاد،
وبالتالي فإن هرمون الكورتيزول أصبح من الهرمونات المتعلقة بالاستجابة إلى الإجهاد، وهذا ما سنتكلمه لاحقا. وأصبح يسمى هرمون الكورتيزول بهرمون الاسترس هرمون أو هرمون الإجهاد. لو بدنا نقول عن تأثير الكورتيزول في الكربوهيدرات ميتابوليزم، وجد بأن الكورتيزول يقوم بتحفيز عملية استحداث السكر الجلوكونيوجينيسيز في الكبد والكلية عن طريق الزيادة في تكوين الإنزيمات اللازمة التي تقوم بتحويل الأمينو أسيد إلى سكر في خلايا الكبد، وبيلعب له دور كبير في الموبيلايزيشن للأمينو أسيد فروم ذا مصل، وبيلعب له دور كبير أيضا also increases hepatic glycogenesis، يلعب لي دور كبير في تكوين الجلايكوجين في الليفر في الكبد، وبيعمل لي decrease للجلوكوز utilization by cell، يعني بيخلي اعتماد الخلايا بالحصول على الطاقة من مصادر أخرى غير السكر، غير السكر يعني يستخدم الفات في الحصول على الطاقة. هذه خلايا الجسم، يبقى تأثير الكورتيزول على خلايا الجسم انه بخليها تستخدم غير السكر للحصول على الطاقة. في عنا حاجة اسمها الادرينال ديابيتس، والادرينال ديابيتس تنتج من تأثير الكورتيزول انه بيعمل لي زيادة باستحداث السكر الجلوكونيوجينيسيس، وبيخلي لي دور الخلايا بالحصول على السكر واستخدام موارد أخرى للحصول على الطاقة. يعني عندي أنا في زيادة بتكوين السكر وفي نقص من الخلايا باستخدام السكر للحصول على الطاقة، هذا بيؤدي إلى زيادة مستوى السكر في الجسم. زيادة مستوى السكر ستؤدي إلى زيادة في إفراز الأنسولين لمحاولة الجسم لخفض كمية السكر الموجودة فيه، هذا بيؤدي إلى حدوث حاجة اسمها الأدرينال ديابيتس. يبقى الزيادة في مستوى السكر هذه بتعمل لي حاجة اسمها الأدرينال ديابيتس. تأثير الكورتيزول على البروتين ميتابوليزم، الكورتيزول بيعمل لي ديكريز للبروتين سينثيسيس، بيقلل لي تكوين البروتين وبيزود لي تكسير البروتين في الخلايا، يبقى بيعمل لي تقليل لبناء البروتين وبيكسر لي او بيزود لي تكسير البروتين في الخلايا للحصول على الطاقه، وبيعمل لي ايضا انكريز للبلازما كونسنتريشن اوف امينو اسيد، بيزود لي كميه الامينو اسيد الناتجه عن تكسير البروتين وين في البلازما، وبعمل لي زيادة نقل للأمينو أسيد لوين للهيباتيك سيل، بزود لي الأمينو أسيد أو نقل كمية أكبر من أمينو أسيد للهيباتيك سيل. تأثير الكورتيزول على الفات ميتابوليزم، زي ما قلنا إنه بعمل لي بروموت للموبيلايزيشن للفات أسيد فروم أديبوز تيشو، بعمل لي لايبولايسز، يبقى الكورتيزول بيعمل لي لايبولايسز للحصول على الانرجي، وبيعمل لي زياده ما دام احنا كسرنا الفاتي اسيد هتبدا تزيد لي كميه الفاتي اسيد او الفري فاتي اسيد في البلازما، يبقى الكورتيزول بيزود لي تكسير الدهون بكميات اكبر، بيعمل لي لايبولايسز هيصاحبه زياده في كميه الفري فاتي اسيد في البلازما، ويزود لي الفري فاتي اسيد للحصول على الانرجي، يزود لي الفري فاتي اسيد او تكسير او استخدام الفاتي اسيد الفري فاتي اسيد للحصول على الانرجي. يبقى زيادة مستوى الكورتيزول بيعمل لي حاجة اسمها نوع مخصص من السمنة بيكولر تايب اوف اوبيزيتي وذ سكسس ديبوزيشن اوف فات ان ذا شيست، مع زيادة ترسيب الدهون في الشست بالصدر والهيد ريجون في منطقة الرأس، بيعطي شكل البافلو لايك تورسو اسمه المون فيس، بيعطيني شكل انه بيعمل لي الكورتيزول
تراكم مستوى الفاتي اسيد في الشيست ومنطقه الراس، فبيعطينا حاجه مصطلح اسمه البافلو لايك تورسو او راوند فيس، الراوند فيس او المون فيس. هذه السمنه results from excess stimulation of food intake، يعني بيخلي السمنه هذه ناتجه انه الكورتيزول بيخلي الجسم الانسان ياخذ كميات اكبر من الاكل، عشان كده بصير عنده اوبيزيتي اكتر، بيعمل زياده في الوزن. عشان كده بنقول الكورتيزون بنصح، ليش؟ لانه بيعمل لي excess stimulation of food intake. له دور كبير في تقليل عدد الإيسينوفيل والمينوسايت والليمفوسايت في الدم. له دور واضح في عمل ضمور لكل الليمفويد تيشو. يقلل عدد التي سيل والأنتيبودي من خلايا البي سيل، يقلل عدد خلايا تي سيل وكمية الأنتيبودي المتكونة من البي سيل. تأثير الكورتيزول على different organ، على أجهزة عديدة. وجد أن الكورتيزول يقلل تكوين الكولاجين ويؤخر شفاء الجروح. وجد أن الكورتيزول بيعمل لي inhibition للسكيلتال جروث وبيعمل لي زياده في عمليه الاوستيوبوروسيس. عشان كده بنقول احنا الكورتيزول زياده استخدامه يؤدي الى هشاشه العظم. وجد ان الكورتيزول بيعمل لي انكريز للكاردياك اوتبوت. وجد ان الكورتيزول بيعمل ريديوسز ذا لايبيدو اللي هو الرغبه الجنسيه. وجد ان الكورتيزول بيعمل لي زياده في الجلوميرولر فلتريشن ريت. نيجي على النيجاتيف فيدباك ميكانيزم للكورتيزول. زي ما قلنا احنا في عنا الاسترس يستجيب له الهايبوثالاموس بافراز كورتيكوتروبين ريليزنج هرمون الذي يؤثر بصوره مباشره على الانتيريو بيتيوتري، وبيدفع الانتيريو بيتيوتري انها تفرز لي ادريني كورتيكوتروبيك هرمون اللي هو الاسي تي اتش، اللي هيروح الاسي تي اتش على الادرينال كورتكس ويفرز الكورتيزول. وقلنا ان الكورتيزول بيعمل لي انكريز للبلد جلوكوز والانكريز للامينو اسيد وانكريز للفات اسيد، وهدول بيعملوا لي علاج لعمليه الاسترس. لما تروح عمليه الاسترس ويروح التوتر بيبدا الكورتيزول يعمل لي نيجاتيف فيدباك على اللونج لوب للهايبوثالاموس، وبيبدا يعمل نيجاتيف فيدباك على الانتيريور بيتيوتري. نأتي الآن على الأدرينال أندروجينز. قلنا سابقا أن الأدرينال أندروجينز تفرز من الطبقة الداخلية للقشرة الخضرية اللي هي أدرينال كورتكس، وهي الزونة الريتيكولاريس، وهي المسؤولة عن إفراز الهرمونات الاسترودية الجنسية. والهرمونات الاسترودية الجنسية الاسترويد هرمون هي هرمونات جنسية دهنية زي ما حكينا انه تتكون من الكوليسترول، يتم تصنيعها كمشتقات اولية اثناء تصنيع هرمونات القشرة الكظرية اهمها البروجسترون والاستروجين والتستوستيرون، ولكن تفرز بكميات قليلة. مثال على الادرينال اندروجين اللي هو الدي هيدرو ايبي اندروستيرون is the most important adrenal androgen، وهو اكثر هرمون مهم من هرمونات الادرينال اندروجين. يتم افرازه باستمرار من الادرينال كورتكس وخصوصا في الفيتال لايف. البروجسترون والاستروجين يتم افرازهم بكميات قليله في الانسان خصوصا في الرجل. اقل من 2% من الاندروجين يتم افرازهم من الادرينال جلاند، يبقى اقل من 2% من الاندروجين في الميل يتم افرازهم من الادرينال جلاند.
في السيدات تقريبا 50% من الاندروجين يتم افرازها من الادرينال جلاند. وجد ان جزء من عمليه اللي هو بنحكي عنه البلوغ المبكر او التطور المبكر للاجهزه التناسليه للميل ينتج من افراز الادرينال ادروجين. وجد ان الادرينال اندروجين بيظهر بعض لهم دور كبير في ظهور بعض الصفات الثانويه للفيميل. وذا مين اكشن اوف ادرينال اندروجين ان ذا ديفلوبمنت اوف بيوبيك اند اكزيلاري هير اللي هو ظهور شعر العانه وشعر الابط.